بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أنهى موسى حديثه مع أخيه هارون وعلم أن أخاه لم يقصر ولم يفرط في الرسالة التي أوكلها إليه، وإنما الإشكال والفتنة من جهة هذا الرجل الضال السامري. ولهذا كان خطاب موسى بعد ذلك للسامري، هذا السامري الذي دعا الناس إلى عبادة غير ربهم، فأمرهم بعبادة العجل وزين لهم عبادة العجل. ماذا قال له موسى؟ ولماذا فعل ذلك السامري؟ ولماذا وصل إلى هذا الدرك الذي فيه دعا الناس إلى عبادة غير الله؟ قال الله تعالى: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. قال موسى: فما خطبك يا سامري؟ ما شأنك؟ ما قصتك؟ ويستفاد من ذلك أن الإنسان لابد أن يتمهل فلا يهجم عندما يسمع عن شيء، لا يتسرع في الحكم عليه، وإنما يجب أن يتأنى وأن يستفسر وأن يستفصل. يستفصل أي أن يعرف التفاصيل، يعرف المناسبات، يعرف السياقات، لأن العجلة تؤدي إلى الهلكة. العجلة تؤدي إلى الهلكة. أما الأناة فهي الحكمة والبركة، فمن أراد خيرا فعليه أن يتأنى. ولهذا تجد أصحاب الطيش هم أهل السرعة الذين لا يضبطون أنفسهم ولا يحكمون أفعاله. فلهذا قال موسى للسامري: ما خطبك؟ ما قصتك؟ ما شأنك؟ ما شأنك؟ ما حكايتك؟ قال السامري، يحكي لنا بقى القصة والسياق اللي به دعا الناس إلى عبادة العجل. هيا بنا نعرف قصة السامري. قال أي السامري، والسامري قيل اسمه هارون وقيل اسمه موسى، هذه أقوال ولا يعنينا ما اسمه، وإنما يعنينا الموضوع.
قال بصرت بما لم يبصروا به. بصرت قيل بمعنى رأيت وقيل بمعنى علمت، والرؤية هنا هي الأولى. بصرت أي رأيت بعيني شيئا لم يروه. قيل لقد رأى موسى، لقد رأى جبرائيل على فرسه وهو يريد أن يهلك الفرعون، هذا الذي رآه السامري، هذا الذي رآه السامري. وقيل أتى جبريل إلى موسى على فرس فلم يره أحد إلا السامري، فهذا قوله بصرت بما لم يبصروا به، أي رأيت شيئا لم يره غيري من قومي. فقبضت قبضة، القبضة ملء الكف، القبضة ملء الكف، لأن أنت لو جمعت إيدك كده يبقى ديت إيه؟ قبضة. يبقى معنى ذلك أخذ ملء كفه. طيب أخذ ملء كفه من إيه؟ قال من أثر الرسول، وهنا على حذف المضاف، وهذا قول كثير من أهل العلم. من أثر الرسول أي من أثر حافر فرس الرسول. جبريل كان راكبا فرسه، فحافر هذا الفرس مس ترابا فأخذ شيئا من هذا التراب، ولكن ما شأن هذا الفرس، ما شكله، الله أعلم، هذا شيء لا ندري لا نعلم. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. نبذتها، النبذ هو الإلقاء السريع، ويمكن أن يكون هو الإلقاء البعيد، يبقى ممكن النبذ يبقى سرعة، وممكن لو حاجة بعيدة يرميها، ولعل الاثنين كلاهما مقصود، نبذ سريع وبعيد. والقذف هنا هو القذف على الذهب المحترق، لقد جمعوا الحلية فأوقدوا فيه نارا تأجج فسولت له نفسه، أن هذه القبضة التي أخذها من أثر الرسول لها بركة ولها تأثير عجيب. نفسه قالت له كده، زينت له كده، حدثته كده. سبحان الله، لابد طالما ان ده جبريل، اذا كل حاجة الرسول ده بيحط رجله عليها لها ايه؟ لها بركة. فرح واخد جزء من التراب الذي عليه أثر حافر فرس الرسول، أو عليه أثر الرسول نفسه، فرماها على ذلك الذهب المحترق. هناك أقوال للمفسرين، قالوا ألقي في قلبه أن هذه القبضة لو وضعت على شيء فقال لها كوني لكانت، وهذا قول الله أعلم بصحته، ولكن هناك أمر مدهش قد حصل بسبب هذه القبضة. عندما ألقاها ظن أن هذا الإلقاء سبب بركة عظيمة على هذا العجل. إذا العجل ده عجل إيه؟ مقدس، عجل مقدس. أرجع تاني، هل هذا العجل كان من الذهب الخالص؟ أم هذا العجل بسبب هذه القبضة تحول إلى لحم ودم، صار عجلا حقيقيا له خوار حقيقي؟ قولان لأهل التفسير. والعجيب أن اليهود إلى الآن يؤمنون بنظرية البقرة المقدسة التي ستخرج في آخر الزمان، وهي علامة على نزول المسيح المخلص، دي من اعتقادات اليهود. ولذلك هناك مزارع كبيرة جدا
هذه المزارع تعنى برعاية البقر، لا سيما البقر الايه؟ الأصفر والأحمر. طب اشمعنى الأصفر والأحمر؟ حتى تكون هذه البقرة شبيهة بالبقرة التي كانت في زمن موسى. سبحان الله، اعتقادات. إذن القصة إن هو دي بقرة مقدسة. طالما بقرة مقدسة، إيه اللي يحصل؟ نعبدها بقى من دون الله. ولهذا قال: وكذلك سولت لنفسي. سولت لنفسي، ظننت ذلك، زين ذلك في نفسي، استحسنت ذلك في نفسي، ليس عندي في ذلك دليل قاطع، وليس في عندي في ذلك أثر ساطع، وإنما ذلك مجرد تزيين نفسي، أصله غلبة الظن. سبحان الله. وكذلك سولت لنفسي. كم من أناسي ضلوا السبيل بسبب أن نفوسهم سولت لهم أشياء، وهذه الأشياء ظنوها يقينا وهي في الحقيقة ليست بيقين. سبحان الله. إن إمامهم في هذه الظنون الفاسدة التي توهموها، إمامهم في ذلك هو من؟ هو السامري. وبالتالي لابد للناس أن يتجنبوا الظنون الفاسدة، لأنها من باب تزيين النفس، من باب تسويل النفس لصاحبها، نسأل الله تعالى العافية. وكذلك سولت لنفسي، أي زينت وحسنت. وجود السامري صار خطرا في المجتمع. دي مسألة مهمة جدا يا إخوان. أهل الضلال وجودهم خطر على المعية الإنسانية المصاحبة لهم، خطر، لابد أن يتطهروا، سواء كان ذلك الأمر الذي تلبسوا به كفرا أو نفاقا أو بدعة أو أي صورة من صور الضلال، لابد أن يتطهروا حتى لا يؤذوا من حوله. ثم لابد من تطهير الأمكنة منهم، ده مسألة دقيقة جدا، لابد من تطهير الأمكنة منهم، ولابد إما أن يزولوا عن المكان أو أن يزول أهل المكان عن هذا المكان. نشوف بعض الأمثلة على هذه المعاني. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. قصة الثلاثة باختصار شديد هم كعب ابن مالك وهلال ابن أمية ومرارة أو مرارة ابن الربيع. الثلاثة دول كلهم بدريون، انظروا يا إخواني، بدريون، يعني نظر الله تعالى إليهم وقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، بنص الحديث، حديث خاطئ. بدريون، بدريون، من شهد بدرا ضمن الجنة. شوف يا إخوانا، لأن بعض الناس يقول لك إزاي والراجل ده راجل كويس انتبه. بدريون صحابة متقدمون في الإسلام، وبدريون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجهز المسلمون لقتال بني الأصفر. من بنو الأصفر؟ هم الروم، زي أمريكا اليومين دول. بنو الأصفر اللي هم الروم، أكبر قوة عسكرية في ذلك الزمان. كان هناك صراع لعدة قرون بين الفرس وبين الروم، صراع جبار عسكري، العالم كله كان كالأتون المحترق، حروب عالمية بين الفرس وبين الروم.
مرة بينتصر الفرس ومرة ينتصر الروم، وفي النهاية انتصر الفرس على الروم واستولوا على صليب الصلابوط كما يزعمون. وبعدين بشر ربنا عز وجل المسلمين بانتصار الروم على الفرس. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طيب لما انتصر الروم على الفرس شعروا بالقوة العسكرية، هم القوة الكبرى في العالم سبحان الله. وبعدين نفس فكر الدول العظمى ان بيجعلوا دول تدور في فلكها، كانت هناك دول بتدور في فلك الدولة الرومانية العظمى. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم خطابا إلى هرقل. من هرقل ده؟ رئيس حي ولا زعيم قبيلة؟ هرقل ده هو امبراطور الروم. بيقول له فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم. يا سلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تسلم فإن عليك إثم الأريسيين. سبحان الله، رسالة قوية جدا. هرقل العجيب إن هو تأثر بهذه الرسالة وكاد أن يسلم، كاد، فخار عليه القساوسة وقاموا عليه، فقال لهم كنت أريد أن أختبر صلابة دينكم. رجع لورا تاني، رجع لورا، أنا كنت بشوف أنتوا هتعملوا إيه، أنتوا يعني مستمسكين ولا أنتوا مضعضعين؟ قال لكن أنتوا كده كويسين قوي، كده كويسين، خاف على ملكه. ولكن تيقن هرقل أن هذا الدين الجديد هو الدين الحق، وأن نوره سيطبق الأكوان، ولذلك لابد من مناهضة هذا الدين وحرب المسلمين. فأعد هرقل جيشا عظيما لملاقاة المسلمين، وبالفعل التقى الجيش بسرية صغيرة. صغيرة دي كانت بقيادة الأمراء، الأمير الأول من زيد بن حارثة، فإن أصيب فمن؟ فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة، فإن أصيب فتعاوروا فيما بينكم فاختاروا رجلا. السرية دي كانت 3000 صحابي. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجهوا شمالا على تخوم بلاد الشام. فلما وصلوا إلى منطقة اسمها ميعان جت لهم الأخبار بأن الروم أعدوا جيشا عظيما. يقال أن هذا الجيش كان 100,000، 200,000، 100,000 من نصارى الروم و100,000 من نصارى العرب. الصحابة راحوا واقفين مكانهم، لا ايه ده، احنا 3000 والصحراء في ظهرنا. دايما المعارك العسكرية لابد من تأمين الخطوط الخلفية، لابد، لسببين. السبب الاول عشان الامدادات، والسبب الثاني عشان لو في اي تقهقر يبقى تقهقر في ارض آمنة. لكن لما يكون ورا ظهرك صحراء واسعة مكشوفة، تمعنى ذلك ان ده ايه، دي الهلاك الذي ليس بعده هلاك. ويزيد في المشكلة ان بينهم وبين خط الامدادات الاساسي المدينة المنورة عدة مئات من الكيلوات كلها في الصحراء، ده بالنسبة للمسلمين. طب بالنسبة بقى للروم، ميعان ديت في قلب بلادهم، يعني ورا ظهرهم الامدادات العسكرية والبشرية والمون وكل حاجة. يبقى من حيث العدد الروم اكتر، العدة الروم اقوى،
الإمدادات الروم أسرع، المؤن وما إلى ذلك هم أوفر. إذن هذه الحرب غير متكافئة. راح المسلمين واقفين مكانهم، نشوف إيه الموضوع ده بقى. فواحد يقول إحنا نرجع، والتاني يقول إحنا نقف مكاننا ونبعت للمدد. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه: للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه، للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه. أنتوا خايفين من إيه؟ أنتوا خايفين الموت؟ أنتوا أصلا خرجتم من أجل ذلك الأمر. فهيجهم وشجعهم ومضوا حتى نزلوا قريبا من مؤتة بأرض الشام. مؤتة بأرض الشام، ومؤتة الآن في الأردن، وهناك جامعة كبيرة اسمها جامعة مؤتة. العجيب أن المعركة بدأت بين 3000 وبين 200000، ودول مين؟ جنود الرومان اللي هم بيضرب بهم المثل، هم أسطورة. فأنت بتجد بعض الناس يقولك البطل الروماني، البطل الروماني ده أسطورة، أسطورة البطل الروماني. أنت لما تشوف كده صورة الفارس الروماني شكله بس كده يخوفك، أمال بقى لما يحاربك يا. وبعدين الرومان عندهم تكتيكات عسكرية وأسلحة متقدمة، المسلمين بدوا لسه يعني إمكانياتهم العسكرية ضعيفة، سيوف قصيرة، التانيين سيوف طويلة، دروع المسلمين أضعف، هؤلاء دروع سابقة. لا، التكتيك العسكري والقوة كل شيء في صالح الروم. فلو إن في هناك 200000 بالنبابيت و3000 بالأسلحة الآلية، 200000 هيغلبوا 3000. صح يا أخوانا؟ هم صحيح 3000 يقتلوا لهم 10000 ولا حاجة، لكن في النهاية ايه اللي يحصل؟ 3000 دول هيتفعصوا. ما هو كده، ما انت لما تقسم 200 على 3 داخلين كده كام؟ حوالي 68 مقاتل قدام كل مقاتل. تصور 68 واحد داخلين عليك، ايه ده لا يمكن، هذا لا يمكن. اذا معركة محسومة من البداية، ان الانتصار والغلبة لمين؟ لمين؟ للروم. زيد على ذلك أن الجو كان قائضا، المعركة ما كانش في الشتاء ولا في الربيع، فالمعركة كانت في شدة من الحر. سبحان الله. والعجيب أن المسلمين ثبتوا، وقتل الأمراء الثلاثة، وأخذ الراية بعد ذلك رجل من بني عجلان، فدفعها إلى خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه، فأحدث تكتيكا جديدا. اليوم ده بقى الروم رأوا القتال اللي هو على أشده، كل واحد من الرومان عاوز يقاتل عشان يرجع ياخد الناشين وياخد الترقيات وياخد الإقطاعيات، لكن المسلمين عاوزين يرجعوا يروحوا فين؟ للجنة. فرق بين الاتنين خالص، فرق تمام. ثبت المسلمون في اليوم الأول وقاتلوا قتالا صامدا صامدا، لكن قتل الأمراء الثلاثة. في آخر اليوم أخذ الراية خالد بن الوليد، كم من تكتيكاته، أنه غير الميمنة والميسرة والمقدمة والقلب والساقية، عمل ألبان، خلى ده هنا وده هنا وده هنا وده هنا وده هنا، وجعل شيئا أو قطعة من الجيش في ظهر الجيش عشان لما يبدأوا المعركة تاني يوم تثير الغبار، فيظن الروم أن هناك مددا جديدا أتى للمسلمين. ده تكتيك خالد رضي الله تعالى عنه. احنا امبارح المقدمة أو الميمنة بتاعت الروم بتقاتل الميسرة بتاعت المسلمين، والميسرة بتاعت الروم بتقاتل الميمنة بتاعت مين؟ المسلمين. والمقدمة أو القلب في القلب، وامبارح حدنا قاتل، فتعودنا على أشكال بعض، لا سيما عدد المسلمين إيه؟ قليل. تاني يوم صحوا الصبح اتلاقوا الأشكال
مش هي الأشكال. قال لا مش هي الأشكال. بدأوا يقتربوا من بعض، وقبل بداية الهجوم نظروا في الأفق إذا هناك غبار كتير جاي من وراء، فألقى الله في قلب الروم الرعب، فانسحب خالد ابن الوليد بجيشه. وهناك رواية أن الروم هم الذين انسحبوا، وأخذ المسلمون غنائم كثيرة من الروم. دي سرية مؤتة. بعد سرية مؤتة بقليل النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إن هم يتجهزوا لقتال الروم. خرج من المسلمين جيش كبير جدا، الجيش ده كان قريب من 30,000 مقاتل، جيش كبير جدا سبحان الله، جيش جبار لم ترى العرب مثل قط. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إن هو يؤدب كل القبائل والدويلات الموجودة في أطراف الجزيرة حتى تقطع ارتباطها بالرومان. وبالفعل كل معركة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين هم رايحين الجهة الفلانية الحرب خدعة، وهو يروح جهة تانية، إلا هذه المعركة أبان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقصد قتال بني الأصفر. المسلمين كانوا في حر شديد، وكانوا في مجاعة، وكان الثمر مستطابا على الشجر. وده شوف بقى انظر حال المسلمين، لو المسلمين زينا كده نقول يا رسول الله استنى شوية لغاية لما الحر يتكسر ونبيع المحصول ونتقوى بالمحصول، كنا نقول له الكلام ده. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين هيا لقتال الروم، ايه اللي حصل يا شباب؟ كلهم خرجوا. لكن في ثلاثة من السابقين قلت لكم عليهم، كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرار بن الربيع، الثلاثة دول لم يخرجوا مع المسلمين. البيت متضلل والمية باردة والأكل كويس والعيال والنساء والبتاع، فأثروا ان هم يقعدوا وما خرجوش. النبي صلى الله عليه وسلم رجع من غزو تبوك ظافر منتصر، وجماعة اللي هم المنافقين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، اللي يقول له كانت بطني بتوجعني، واللي يقول له صابع الشمال في رجل اليمين الظفر بتاعها اتخبط في طوبة، واللي يقول له إن أبو جد مراتي كان بيطلع في الروح، كلها أعذار خير. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، كذابين. الثلاثة دول أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله إحنا ما فيش عندنا أي عذر، إحنا أخطأنا وليس عندنا أي عذر، وممكن نلتمس المعاذير فتقبل العذر لنا ولكن ليس لنا أي عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء فقد صدقوا الله. وأمر هؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا الناس، انظر، وأمر الناس أن يعتزلوهم، انظر، بيهيئ لهم جو التوبة. يبقى ابعد بقى، ابعد ابعد، يبقى أنت لا تخلط الناس ولا الناس يخلطوك. قعدوا على الكلام ده 40 أو 50 يوم، وبعد 40 أو 50 يوم جاه الرسول إلى بيوت هؤلاء الثلاثة يأمر النساء أن يجتنبوا أزواجهم. يبقى حتى العزة يكون فين؟ في داخل البيت، لا يمسوا الناس ولا الناس يمسوه. وفضلوا على هذا الحال إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى التوبة عليهم، وهو قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هم أخطأوا، وخطأ ده ليس في حق أحد ولكن هذا في حق الدين، فلا بد أن يعزلوا حتى نهيئ لهم جوا إيمانيا صالحا، فندع أمرهم إلى الله.
وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة الجماعة المنافقين كانوا قاعدين في مسجد، بنوا مسجد، ودي دايما أهل الضلالة يريدون أن يحدثوا الأعمال المكافئة لأهل الهداية. أهل الهداية عندهم مسجد، نعمل مسجد، بيعملوا خير ما نعمل برضك زيهم، حتى نصاددهم ونكافئهم ونصد الناس عنهم. إيه اللي حصل؟ ربنا عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يهدم مسجد ضرار، ومسجد ضرار سمي ضرارا لأنه يريد بذلك أن يضر المسلمين. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ثم أمر ربنا عز وجل النبي فقال لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. إذا أهل الإيمان يخلطوا مين؟ الناس المطهرين، الناس الطيبين. أهل الإيمان يخالطوا أهل القلوب الطيبة الصحيحة السليمة التي تحب الخير، التي تحب الخير للناس، وتحب أن تعرف الناس بدين الله عز وجل، وأن تقود الناس إلى الله، وأن تعبد الناس لله، لا أن تعبد الناس للناس. إياك أن تعبد الناس للناس، ولكن عبد الناس لرب الناس. ما يجعلش كل همك أن الناس تقعد تثني عليك وتتكلم عليك، لا لا لا، اجعل همك كله أن رب الناس ينظر إليك، إن رب الناس يرضى عنك، إن رب الناس يحبك. دي كلها حاجات لابد أن تسعى إليها وأن تبذل لها وأن تطير إليها كل مطار. سبحان الله. أيضا دليل ثالث، النبي صلى الله عليه وسلم نزل بجيشه في واد فنام عن صلاة الفجر فلم يوقظهم إلا مس الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالارتحال وقال هذا واد بات فيه الشيطان. إذن المكان اللي فيه مخالفة شرعية احنا نسيبه، ما نقعدش فيه. المكان الذي تلبس بعض أهله بالمخالفة نتركه، نحن نريد الطهارة، نريد السلامة، نريد النقاوة، نريد الخير ما استطعنا إلى ذلك من سبيل. فلذلك لما السامري قال لموسى إن الحاجات اللي عملتها دي سولت لي بها نفسي، ما فيش حد أمرني بها ولا قريتها في كتاب ولا في هناك شيخ أكبر مني علمها لي، وإنما دي أحاسيسي، دي ظنوني، دي آرائي، دي تصوراتي. إيه اللي حصل؟ كان الجزاء. قال موسى فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قال اذهب أي أغرب عن وجهي. دي طبعا موقف فاصل. العجيب أننا نقرأ القرآن ولا نطبقه، نسمع كده القرآن ونقرأ القرآن ولكن لا نطبق معاني القرآن. قال اذهب ابعد، لا أريد أن أراك ولا تصاحب قومي في بلد. ولذلك قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي لا تقترب من أحد ولا يقترب منك أحد. يبقى لا هو يقعد مع حد
ولا حد يقعد معاه. سبحان الله، لأنه هو خطر، لأنه خطر. الرجل ده كان سبب في فتنة الناس، دعاهم إلى عبادة العجل وزين لهم عبادة العجل، فكيف يتركه بين الناس؟ ما ينفعش، لابد أنه يطرده. اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا تمس أهل الخير ولا قومي ولا هم يمسوك، اغرب. هذا في الحياة. أما في الآخرة وإن لك موعدا لن تخلفه، لم يقل لا تخلف ولكن لن، موعد أكيد. الموعد ده يا ترى فين ومع مين؟ مع ربنا لما يسأل يوم القيامة. سبحان الله. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، نسب الضلال إليه هو، إلى إلهك، لم يقل إله بني إسرائيل ولكن إلى إلهك، لأن الضلال ينبغي أن ينسب إلى صاحبه. الذي ظلت، أصلها ظللت، أصلها ظللت، وكلمة ظلت فيها معنى الديمومة، الثبات، إن أنت كنت حريص على عبادتي. هنعمل إيه بقى في الضلال؟ نعمل في إيه؟ قال لا نحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. كان عبد الله مسعود يقرأ لنذبحنه، باعتبار إن الإله ده كان ماذا؟ كان عجل. ولنحرقنه، إما أن تكون عجلا وإما أن تكون ماذا؟ من ذهب. التحريق يحتمل الاثنين، والنسف أن تمزق الشيء إربا إربا ثم تذريه في الهواء، ده النسف. يبقى النسف إن احنا لا نبقي أي أثر لهذا الضال، لا نبقي أي أثر لهذا الضال، ما ينفعش. يبقى هنحرق العجل ده وبعدين ننسفه. ولمزيد من إذهاب عينه وأثره، لما نيجي ننسفه فين؟ في اليم، عشان ما يبقاش له أي أثر. ليه ده كله؟ ده من أجل المراعاة لجانب التوحيد، غضب لله، حرص على التوحيد وعلى دين ربنا. ولهذا قال بعد هذا مباشرة إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، مش العجل، وهذا الإله وسع كل شيء علما، مش العجل الذي وسع كل شيء علما، مش العجل هو الذي لا إله إلا هو، وإنما العجل قد صنعتموه بأيديكم. ثم قال ربنا عز وجل كذلك يا رسولنا نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. نكمل بقية الحديث في يوم القيامة وعاقبة الناس في ذلك اليوم، نكمل ذلك في المجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.